انت يا ابو عمر تقول عندك قصه صح؟ في قصه، نعم في قصه، قصه بر. انا الحقيقه هذا واحد اللي يقول وقف له عند محطه بنزين، ولفت نظره فيه واحد يشر على الخط، شباب معه ملف وقاعد يشر. الغريب انه وقفت عنده اكثر من سياره لوموزين وتمشي، فشعر ان الرجل هذا عنده مشكله ماديه. طلع من المحطه ووقف عنده، السلام عليكم. السلام، وين رايح؟ قال رايح المكان الفلاني. قال تفضل اركب. يقول في الطريق قال له، يعني بدا يفتح ما شاء الله، عسى ان شاء الله وظيفه الشيء. قال والله العلم انا قبل 6 شهور كنت في دوره عسكريه جندي او كذا، المقصود انه يقول ابوي اصيب بجلطه، يقول فهول المصيبه طلعت كذا بدون، وذهبت سافرت للمكان اللي فيه ابوي اللي هو قريتنا، ومعه في المستشفيات لين توفاه الله بعد 6 شهور من اصابته بالجلطه. توفاه الله وكاني صحيت الان، على اني الان وقعت في مشكله راحت علي وظيفه. فرجعت اسال عن امكانيه رجوعي. يقول فجيت للمكان اللي كنت انا عقدت فيه الدوره، فقالوا لازم تروح الى الجهه الفلانيه المعنيه. فذهبت اليها، واثناء التنقل قالوا لي ايضا ان امرك انت تجده عند فلان. قال وانا فلان. الله جل وعلا حير ذا الليموزينات وراحت عنك لان اواجهك، وبرك بوالدك هو اللي جابني لك. فسعى في ارجاعه ولله الحمد، فتسهلت امره ورجع ولله الحمد الى ما كان عليه. سبحان الله، فعلا اذا اراد الله امر سخر له الاسباب بشكل ما تتخيلها انت. سبحان الله. ولذلك احيانا في بعض الامور ظاهرها شر ولكن نهايتها خير وبركه. الله أكبر. فنحمد الله دائما على كل حال. ايش تقول ابو سعد؟ اقول من قصص البر، هذا رجال بايع خضار اسلم وفواكه، وفي مرة فقيرة هي ويا أبنائها، فتجي تبغى فاكهة، فتقول ما عندي شيء، فيحاول انه يعطيها صاحب البقالة ذي، فتقول هي والله، فتقول والله ما اخذ الا بحقي، وجد له حيلة يحتال على اساس يعطيها. ولما جاء ذاك اليوم جاء واحد قال كم كيلو الموز؟ قال كيلو الموز ب6 ريال، والتفاح قال ب8 ريال. وشوي الا المرة تدخل، ويوم دخلت قال كم كيلو الموز؟ قال اليوم رخيص الموز، كيلو الموز بريال والتفاح بريالين. قالت عطره كيلو كيلو، واذا بغى يتكلم كسر له عينه وعطاها، وعطته 3 ريال وطلعت. قال يا الحبيب والله اني صادق فيما اقول لك، ولكن هالمراه عندها تعفف شديد وهي ما تجد شيء، ما تقضى عندي الا من الشهر للشهر. عجيب. وخذت هالكيلو تفاح وكيلو برتقال، فحاولت اني ما اكسر خاطرها واعطيها بحقها، فعطيتها الموز بريال والتفاح بريالين، وانا اعلمك الكيلو الموز 6 ريال والتفاح 8 ريال. هذا من باب الرعايه بجبر الخواطر. أيوة هذا من البر. الله يسعدها. يعني النماذج اللي ذكرتها الان واللي ذكرها ايضا ابو عمر كلها موجوده في وقف بني يزيد. نعم. كل الخدمات اللي تقدم للناس والخير يقدم للناس في وقف، هذه جزئيتين بسيطات. اي نعم. يعني من المتعففين عدد كبير، من الارامل يعني فيه ارامل وفيه مطلقات وفيه يتامى وفيه، فما شاء الله كل ما يعني رحت مسار تلقى بني الوقف الايتام فيه سبحان الله له يعني علاقه في ذلك. ايش رايك ابو معاذ؟ صحيح، لا شك ان الله عز وجل الذي فتح لك من ابواب الخير هذه، وخاصه اللي ما يملكون. يعني احيانا قد يكون مثلا الشخص يعني ما استخدم، يعني عنده القدره على الكسب، لكن لما تجيك مرأة ويتيم اتقوا حق الضعيفين. يعني المرأة واليتيم خاصة المشاريع التي يعني تعتني بهؤلاء أو هذه الفئة من الناس لابد أنك تحرص عليها، لأنهم ما يملكون شيء.
ثم ان المراه سبحان الله العظيم اذا 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 اذا, إذا احتاجت احيانا الاصل ان 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 اللي حولها يعني ما تخرج وتبذل نفسها يعني تطلب مثلا او تعرض نفسها. مره المعروف الرصافي كان جالس عند صديق له في 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 دكان، فجاءت مرأة على استحياء وكان معها صحن وفي يدها صحن وفي يد الثاني تلف طفل رضيع لها، فكأنها استعت، فخرج لها صاحب الدكان ويعني كلمها وكذا، ثم بعد ذلك رجع مسرعا ثم أعطاها شيء من الدكان. المهم سأل معروف الرصافي وهو شاعر كبير عراقي، فسأل صاحبه قال وش عنده هذه؟ قال هذه مات زوجها قريبا فأرادت أتتني بشيء من 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 أدوات الطبخ عندها لتبيعه لي حتى تشتري فيها حليبا لطفلها الذي مع يديها. معروف الرصافي يقول رجعت فما استطعت أن أنام في تلك الليلة، فأخرج قصيدة عصماء اسمها الأرملة، اسمعوها موجودة في اليوتيوب، قصيدة عصماء من عيون الشعر. نعم لقيتها، اي نعم لقيتها، ليتني ما كنت ألقاها. نعم تمشي وقد أثقل ممشاها. قصيدة عظيمة جدا، لا ودي تسمعونها لأنها ملحنة بين أكثر من شخص، فتسمعها باللحن تستشعر معه. فكذلك يعني المرأة لما تستغني عن أدوات مطبخها والعالم حينما يعرض كتبه فإن هذا معناته أنه بلغ إلى درجة لا يمكن أن يتحملها أبدا، فلا بد أن نراعي مثل هذه الأشياء. الله يسعدك أبو معاذ، يرفع قدرك ويبيض وجهك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إليك إليك وقف الخير صفون ريعه ونقي صفون ريعه